غرزتنا النهاردة فخمة جدا، كلها فر وحركات، وينفع نعمل بيها حاجات كتيرة جدا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنشتغل مع بعض غرزة اسمها غرزة الفر او فير ستيتش. غرزة تحفة قوي، فعليا فخمة كده وشكلها شيك وتنفع مع اي نوع خيط، ويفضل ليها الخيوط اللي هي بالسمك اللي انتوا شايفينه حاليا. وحاضر يا ستي، هعملك بالالوان الفاتحه وهفكها شويه، متزعليش. استخدم معاكم الخيط ده خيط اس دوت او سي بيبي لاين، نوع اسمه ديما، وده خيط هيمالايا سوبر لوكس، البكره اللي انتوا شايفينها حاليا. هعمل معاكم بدي وهعمل معاكم بدي، وهتشوفوا تاثير الغرزه دي تحفة. عيبها الوحيد ان هي بتاكل حبة صغيرة في الخيط، مش حبة قوي يعني، بس هي بتاكل. اوكي، ولكن نتيجتها تستاهل ان هي تاكل الخيط ده، بتدفي قوي، مميزة جدا في الشكل. وفعليا هي اسم على مسمى فير ستيتش، وهي فعلا غرزة فر. ده الصف الأول في الكروشيه التونسي، ومن دلوقتي بقى هتبدأ الغرزة بتاعتنا. أول حاجة هشتغل غرزة بسيطة، طرف أهو بسحب. طبعا يفضل دايما إن أول اتنين دول ما يدخلوش في الغرزة بتاعتنا، بعدين طرف وبسحب كل الغرز زي ما انتوا شايفين، بسحب منها غرزة بسيطة. وده أبسط حاجة أهو في غرزتنا، سهلة لحد دلوقتي. الطرف اللي أنا بسحبه من هنا بس، ماليش أي علاقة بالظهر، بيكون مش داخل معايا في الغرز دي، لأن أنا باخد طرف السلسلة الأمامي اللي هو هنا ده أهو. الجانب دايما ناخد بالطريقة دي، بيكون أفضل بكتير من إحنا ناخد لوب واحد، لأ ناخد الاتنين مع بعض كده، نسحب ونرتفع سلسلة. غرزتنا فعليا السحب هو اللي بيكون شكل الغرزة. يعني ايه الكلام ده؟ ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي حالا. اول حاجة ما ندخلش اول اتنين لا من على اليمين ولا من على الشمال في الغرزة بتاعتنا. يعني ناخد الغرزة بتاعتنا نبدأها من دول شوية اللي انتوا شايفينهم دول، ملناش دعوة بالاتنين دول ولا الاتنين دول. اوكي، اتنين اهم، بعديها هعمل واحد اتنين تلاتة، تمام، وارجع اسحب واحد اتنين. ركزوا معايا، واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب واحد واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب كام؟ ايوة، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب واحد اتنين، وهكذا. تمام، دول ثلاثة هم. انا مش فارق ابدا ابدأ بكم سلسلة، ولكن لو انت عايزة اتنين بس فعادي. ثلاثة، وهرجع اسحب الثلاثة دول، مفيش اي مشكلة خالص. وللحظة الاولى تحسوا ان الغرزة خربت، بايظة، شكلها عجيب، بس هي كده غرزتنا اتكونت. اول ثلاثة زي ما احنا عارفين بناخدهم بالشكل ده. طبعا بتجاهل تماما الارتفاعات دي، بمعنى انه بروح اخد طرف السلسلة واشتغل عادي في اطراف السلاسل الموجودة قدامي، بس وانا شغالة بعمل كده، بطلع الارتفاع السلاسل اللي انا عملته ده قدامي بالطريقة دي اهو. اخد اسحب، تمام، اخلي طرف السلاسل اللي انا سحبتها كده قدام، بعديها اضيق ايديا كده عادي وبس كده. يعني هي دي الغرزة بتاعتنا، شايفين اهو، بروح مطلعاها كده.
كل اللي انا بعمله دلوقتي بسحب اتنين مع بعض، وبرده بعد الاتنين دول واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب واحد اتنين. هي بتتكون فعليا في السحب، واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب كام؟ اتنين. واحد اتنين تلاتة، واسحب واحد اتنين، والاخيرة برضو نفس الصف السابق. بعمل ايه؟ اهو طرف السلاسل كده، تمام، اللي هو غرزة بسيطة احنا عارفينها بكده، وادي شايفين عشان برضو تكونوا شايفين التفاصيل، اهو طرف كده، وبدخل قبل ما اعشق قوي اروح زقة بصباعي من هنا، اهو زقة الفتلة واعمل كده، هي بتطلع لوحدها لان خلاص انا ضيقت عليها. اسحب دي على طول بتطلع كده، بعدين اخر حاجة في الصف بالطريقة دي، واسحب ارتفع سلسلة، وزي ما قلنا مش بندخل الجانب خالص في الغرزة بتاعتي، بحيث ان الغرزة بتاعتي تكون من الاطراف شكلها نظيفة، لان زي ما انتم شايفين الفرواية بتبقى داخلة بالاسلوب ده. بعدين بسحب اتنين مع بعض بعد ارتفاع السلسلة، ما تنسوهوش. بعد كده واحد اتنين تلاتة، واسحب برضو واحد اتنين، بسحب اول اتنين وبعدها واحد اتنين تلاتة، وارجع اسحب اتنين. دي عشر سلاسل مش زي التانية، بس برضو زي ما انتم شايفين تأثير الغرزة بارز قوي فيها، شكلها مميز. برضو واحد اتنين تلاتة، ونسحب اتنين، واحد اتنين تلاتة. طبعا من الافضل الاعداد الزوجية على اساس ان انت تسيبي هنا اتنين وتسيبي هنا اتنين، ويكون المنظر معاكي بارز. شايفين طرف السلسلة اهو، بدخل فيه كده طرف واحد بس، اسحب قبل ما اضيق ايدي، ارفع الغرز لقدام بالشكل ده، طرف السلسلة اسحب طرف السلسلة برضو، بصوا بزق ازاي كده وانا شغالة، واعمل الحركة دي كده، فهي على طول بتبرز وتطلع لقدام مش هتطلع لورا على فكرة. زي ما انتم شايفين غرزتنا قد ايه مميزة، سواء هنا سواء في الخيوط التانية. تعالوا اوريكم شكلها بقى في خيط البطانيه. ترى زي ما انتم شايفين قد ايه كيوت، شكلها حلو قوي، وفعليا هي عامله زي الشاج، تنفع تتعمل بيها سجاده، تنفع تعمل بيها حاجات كتيره جدا مميزه كده، والرول بتاعها خفيف قوي. ممكن تبدايها بغرز حشوه تكون مميزه جدا، ولكن زي ما انتم شايفين عامله ازاي ولذيذه كده، تبقي عايزه تقعدي بس ايه تلعبي فيها كده طول ما انت ماسكاها. قد ايه جميلة، قد ايه مميزة، شكلها من الظهر برضو تحسوا ان هي غرزة تانية كده، وسميكة زي ما انتم شايفين سمك الغرزة قد ايه، ولكنها جميلة جدا لعمايل البطانية، جميلة جدا لعمايل السجاد، جميلة جدا في الملابس، تطلع شكلها حلو قوي 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 لو عملتي كارديجان يكون بخيط جونجا، لان هي بتليق قوي مع الخيط الجونجا على فكرة، او الخيط الملونة زي ما بتحبوا تسموها، بتكون حلوة قوي وبارزة كده وباينة. فانت لو عملتيها البيبي مثلا كاردي كات او باكمام، متخيلة قد ايه المنظر هيكون تحفة، فهي فعلا فعلا حلوة. نعرف بقى ازاي نقفل الغرزة بتاعتنا واحنا شغالين، على اساس انه نقدر نعملها وحدة لبطانيتنا، تمام. وهقفل بغرزة بسيطة، بمعنى ان طرف السلسلة كده اسحب واعمل منزلقة.
بالطريقة دي بتكون بداية نهاية الغرزة من هنا زي بدايتها، وزي ما انتوا شايفين بتكون قد ايه لذيذة. تقدري تقفليها كده وتقدري تقفليها على طول في الصف اللي انت بتسحبي منه لما تكون في زيادات غرز، تسحبي بنفس اسلوب الغرزة وتعملي منزلقة، دي صح ودي صح على حسب ما انت عايزة توضحي قد ايه القطعة بتاعتك والفرو بتاعها بارز. زي ما انتوا شايفين حلوة قوي في الخيوط الرفيعة وحلوة قوي في الخيوط السميكة، ودي الخيط ده زابيركيوم كان سميك، ده مش رفيع قوي على فكرة، ده متوسط وسمكه زي ما انتوا شايفين عامل قطعة قد ايه شكلها مميز. وغرزتنا النهاردة كده تكون خلصت، اشوفكم ان شاء الله بكرة غرزة جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير للناس المهتمة بالكروشيه التونسي، تابعوني على الفيس والانستا لو حابين. رمضان كريم، مع السلامة، باي.